مهندس نظمي، يعني على مدى هذه السنوات الثلاث والعمل على البنية التحتية كما أشرتم في نيوم، ماذا تحقق على صعيد الشراكات المحلية والعالمية؟ شكرا على السؤال. الشراكات العالمية لأي مشروع هو يعني عنصر مهم، ولنيوم عنصر أهم بالكثير لكون المشروع ضخم كبير متفرع. يعني ركزنا على جلب الشراكات العالمية والوطنية. في أول شراكات مشروع أعلناه قبل 6 شهور، وهو بناء معمل ومصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر. والهيدروجين الأخضر هو أنقى أنواع الوقود في العالم، وهي شراكة بمبلغ أكثر من 6 بليون دولار، يعني أكثر من 23 بليون ريال، وكانت دفعة قوية للمشروع، بل إعلان للعالم كله ثقة المستثمرين العالميين في مشروع اليوم. وكذلك وجهنا اهتمامنا في الشراكات إلى الشراكات الوطنية، وهي مهمة لا تقل عن أهم عن الشراكات العالمية. الشراكات الوطنية مخطط واستراتيجية، وأول مشروع بدأنا فيه بناء سكن عمالة يتسع إلى 30,000 عامل باستثمار سعودي، ونأمل أن يتطور هذا المشروع من 30,000 عامل إلى 100,000 عامل بشراكات أخرى وطنية. هناك شراكات نعمل من أجلها الآن، أكثر من 4 أو 5 شركات عالمية أو شراكات، وإن شاء الله في الشهور القادمة سنعلن عنها قريباً.